قال أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد أصبحت الأمم تخاف ظلم رعاتها، وأصبحت أخاف ظلم رعيتي. في هذا يظهر لنا تواضع أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الأمم في كل حين هي التي تخاف من رعاتها أي حكامها، لأن حكامها غالباً ما يكون حكمهم مبنياً على الظلم. إلا إن أمير المؤمنين عليه السلام وهو الحاكم العادل، مع هذا كان يخاف ظلم رعيته، لأنه عليه السلام لم ولن يظلم، إلا أنه عبر عن هذا لما رآه من ظلم الرعاة لرعيتهم، فخاف أن يظلم أحد في حكمه ليس منه، بل من أحد من ولاته، لذا كان يوصيهم خيراً بالرعية.